السلام عليكم، معكم باشمهندسة أمل محمد. هنشرح النهاردة تجربة الأمبليفاير سواء انفرتنج أو نون انفرتنج باستخدام الأوب أمب اللي هو الأوبريشنال أمبليفاير. وده شكله أهو، ليه طرفين، الطرف النيجاتيف والطرف البوزيتيف. على حسب أنا هدخل الإنبوت على أنهي طرف، على حسب هيعمل انفرتنج أو نون انفرتنج للإيه عند الأوتبوت. وده كده بيبقى من جوه برضو زي ما اتفقنا، بيبقى جواه أي سي، اي سي اللي هي الاوب امب اللي هي غالبا بتبقى 7 4 1. تمام، ده كده شكله. هنوصله زي ما هو متوضح هنا عندي في الدايره. هنبدا الاول مع بعض بتجربه الانفرتنج امبليفاير. هنا الانبوت عندي داخل على الطرف النيجاتيف، وفي مقاومه فيدباك اللي هي الار اف من الاوتبوت للانبوت، وادي الار ان اللي هي الانبوت ريزيستنس، هي اللي متوصله عند الانبوت، والطرف البوزيتيف متوصل بالجراوند، ووصله التغذيه المطلوبه ليه اللي هي بوزيتيف 15 فولتج ونيجاتيف 15. يبقى ده كده شكله. هبدا ان انا اوصل اول حاجه التغذيه بتاعته. عندي هنا من البوزيتيف 15 هاجي اوصلها فوق عند البوزيتيف 15 اهي، نفس الكلام من تحت هنوصل النيجاتيف 15 على النيجاتيف 15 اهي. بعد كده وصلت الايه السبلاي بتاعه. طيب هبدا ان انا اوصل مقاومه عند الانبوت ومقاومه الفيدباك. هنا عندي المفروض ان انا بعمل حسابيا المقاومات المطلوبه ليا. يعني انا مثلا عندي لو انا جروب 1 مثلا هو بيديني قيمه الجين، فببدا احسب ايه هي قيم المقاومات اللي هتقدر تحقق لي الجين ده عن طريق اللو اللي احنا عارفينه، القانون اللي هو الجين بيساوي نيجاتيف ار اف على ار ان. فبعمل كده تراي ان ايرور، يعني ان انا بجيب قيمه مقاومه، بفرض قيمه مقاومه بجيب القيمه الثانيه، وطبعا لازم تكون ستاندرد فاليو للريزيستنس. طيب هنفترض ان انا حسبتها مثلا وطلعت عندي الار اف ب 100 كيلو اوم والار ان ب 47 كيلو اوم. فباجي اوصل الار ان عند الانبوت اهي عند الطرف النيجاتيف اهو للاوب امب اهو، انا عامله بس بريدج كده، هوصل عنده 47 كيلو اوم اهي. المفروض بوصلها بالانبوت بتاعي اللي هو الاي سي فولتج اللي هجيبه من الفانكشن جنريتور. يبقى ادي اوصل الايه الريزيستنس الار ان عنده. طيب ده كده بالنسبه للطرف النيجاتيف. قلنا في الانفرتنج امبليفاير بنوصل الطرف البوزيتيف بالجراوند، ادي الطرف البوزيتيف هوصله بالجراوند. يبقى انا كده وصلت الانبوت والايه والسبلاي بتاعه، فاضل لي الفيدباك ريزيستور هوصلها ما بين الفيدباك. دايما بتبقى من الاوتبوت للانبوت، يبقى انا باخد زي كده واصله من الاوتبوت برجع بيها عند الانبوت تاني، وهتبقى الار اف ايه متوصله هنا. يبقى انا كده ده شكل الدايره النهائي. ادي الاوب امب متوصل عند الانبوت بتاعه الار ان، ومتوصل من الاوتبوت للانبوت الفيدباك ريزيستور اللي هي الار اف. مطلوب مني بقى ان انا اتست الانبوت والاوتبوت سيجنال واتاكد ان هو فعلا بيشتغل ك انفرتنج امبليفاير. يبقى انا المفروض احط اسكروسكوب تشانل 1 هحطها عند الانبوت، وتشانل مثلا 2 هحطها عند الاوتبوت، وابدا اعرض السيجنال بتاعتي. اشوف بس الاول انا جروب مثلا بتاعي طالب مني الانبوت فولتج كام. هو هنا بيقول لي الانبوت بيك تو بيك فولتج بيساوي 10 فولت. تمام، مطلوب مني ان انا طبعا ايه اشوف السيجنال بتاعتي. يبقى انا هدخل من هنا ال 10 فولت من الفانكشن جنريتور، تمام، وهشغله وابدا ان انا ايه اتست بالاسكروسكوب. نبدا نوصل برضو الاسكروسكوب مع بعض. ادي الاسكروسكوب عندي تشانل ايه اهي او 1 الاحمر على الانبوت، والبروب الاسود على الجراوند اهو. واجي عندي تشانل 2 اوصل الاحمر عند الاوتبوت اللي هو الريد بروب، والبلاك بروب عند الجراوند. يبقى انا كده وصلت الايه الاسكروسكوب عند الانبوت والاوتبوت. ابدا اشغل السبلاي بتاعي اهو، وهظبط دي على 15 فولت، تمام، وهشغل الفانكشن جنريتور وابدا اظبط الامبليتيود ايه بتاعي والفريكوانسي. هلاقي هنا ايه اللي حصل، ادي السيجنال طلعت اهي الانبوت الاوتبوت سيجنال. هنلاحظ ان هي انا عندي هنا الانبوت سيجنال اللي هي لونها احمر، هنلاقي ده الانبوت بتاع الانفرتنج امبليفاير، وهنلاقي الاوتبوت ان السيجنال متكبره وفي نفس الوقت معمول لها انفرتنج يعني معكوسه. يعني هنلاحظ السايكل نفسها هي معكوسه. تمام، ده كده شكل الايه السيجنال، سواء تشانل ايه اللي هي الانبوت وتشانل بي اللي هي او 2 اللي هي الاوتبوت. تمام، يبقى ده كده شكل الدايره بتاعتي، وعرفنا ازاي بيشتغل اوب امب ك انفرتنج امبليفاير. طيب انا دلوقتي عايزه اقيس الانبوت والاوتبوت بيك تو بيك فولتج. الاول انا دلوقتي ظبطتها فعايزه اتاكد من الرقم، فباجي كده من الاسكروسكوب بدوس على ميجر اد
اجيب channel 1 واعمل شو اقول هنا مظبوطة على 5، لا انا محتاج ان هي تبقى 10، فهبدأ ان انا ازود شوية واعمل ريفريش كده لسه، وهكذا لحد ما تظبط معايا القيمة اللي انا عايزها. اهي اهي 10 فولت بيك تو بيك اهي، وابدأ اتست الاوت، اجيب channel 2 اهي، التشانل 2 هنلاقي البيك تو بيك فولتج 17.28، يبقى انا لو قسمت البيك تو بيك اوتبوت فولتج على البيك تو بيك انبوت فولتج هيجيب لي الجين اللي هو الميجرد جين، يبقى ده كده الجين اللي انا قسته اللي هو الاوتبوت على الانبوت، بس الميجرد مش الكالكوليتد. الكالكوليتد اوريدي هو مديها لي، او ان انا بحسبها بالقانون سالب ار اف على ار ان. طب دي كده دايره الانفرتنج امبليفاير. لو انا عايزه اشغلها كنون انفرتنج، نعيد بس نظبط جزء صغير في التوصيل، ان انا هبدأ اعمل اوصل الطرف الموجب او البوستيف تيرمينال بتاع الاوب امب هو اللي هيتوصل على الانبوت، والار ان هي اللي هتتوصل على الجراوند. يبقى انا مجرد هشيل ده من هنا اوصله على الجراوند، اوصل ار ان على الجراوند اهو، وابدأ اجيب سلكة تانية اوصل الطرف البوستيف على الانبوت، وطبعا بتشيك قيمة الانبوت عندي في تجربة النون انفرتنج. هنا بيقول لي البيك تو بيك 8 فولت، طب تمام، او هنخليها 5 على حسب نفس قيم المقاومات، فهنقلل القيمه شويه بتاعه الانبوت بتاعي، نشغل الدايره هنظبط ده على 15، نشغل الفانكشن جنريتور والفريكوينسي نظبطه، ونبدا ان احنا نتست نشغل الامبليتيود على القيمه اللي احنا عايزينها اللي هي 5، وادي شكل السيجنال. هنلاحظ ان هي نون انفرتنج، يعني هنلاقي الانبوت اللي هو لونه احمر والاصفر ده الاوتبوت، هنلاحظ ان السيجنال متكبره ولكن مش معكوسه، لان انا دلوقتي شغلته ك نون انفرتنج امبليفاير. عايز اقيس الانبوت والاوتبوت فولتج عشان احسب الميجرد جين، هبدا ادوس على ميجرد اد، جيب channel 1 شو اول، هلاقي هنا الانبوت بيك تو بيك 2.32، انا عايزه 5، هبدا ان انا ازود شويه واعمل ريفريش لحد ما يجي لي اقرب قيمه للخمسه اهي تقريبا. هنفترض ان هي دي مثلا الانبوت بتاعتي 5.2، نيجي عند الاوتبوت اللي هو channel 2 هنلاقيها 13.12، يبقى معنى كده فعلا ان في تكبير بالنسبه للانبوت سيجنال. يبقى انا كده عندي شغلت الاوب امب كانفرتنج امبليفاير وكنون انفرتنج امبليفاير، وزي ما اتفقنا بيفرق معايا في التوصيل. وطبعا قانون النون انفرتنج امبليفاير ان الجيم بيساوي 1 زائد ار اف على ار ان، فطبعا الجيم بيبقى قيمته عاليه، لان انا يعني كاني بزود 1 على نفس القانون بتاع الانفرتنج امبليفاير. شكرا.